والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر الأنباء الاقتصادية في هذه النشرة. ومحمد عبد الله، أهلا بك محمد. شكرا لك يا سحر، وشكرا ليلى. ومشاهدينا، نتحول معكم إلى متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية عالميا وعربيا ومحليا. أهلا بكم. أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فعاليات الجلسة السابعة من جلسات المنتدى الفكري للمركز بعنوان ريادة الأعمال الخضراء، وبمشاركة سكرتير عام شراكة منظمة الأمم المتحدة للعمل من أجل الاقتصاد الأخضر وعدد من المنظمات المعنية. وخلال الجلسة تم تقديم عرض حول أهمية ريادة الأعمال كداعم للنمو الاقتصادي ومحقق لأهداف التنمية المستدامة، مع استعراض وضع سوق ريادة الأعمال الخضراء عالميا بما في ذلك إصدار السندات الخضراء السيادية وبرنامج نوفي ودليل شرم الشيخ للتمويل العادل للمناخ وغير ذلك من المبادرات الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وفي هذا السياق أشاد رواد الأعمال باهتمام الحكومة المصرية بدعم ريادة الأعمال الخضراء. احتلت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المركز الأول في مؤشر الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة ضمن 74 وكالة استثمار من مختلف دول العالم، شملها تقرير الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار لعام 2023. التقرير الصادر عن الاتحاد العالمي لوكالات ترويج الاستثمار بعنوان مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر، كيفية جذب وقياس وضمان استدامة الاستثمار الأجنبي المباشر الجيد، أشاد بجهود الهيئة العامة للاستثمار خاصة والحكومة المصرية عامة في دعم مشروعات الاقتصاد الأخضر والتطور المستمر في الإجراءات الحكومية. قرر مجلس البنك المركزي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة، وذلك في استجابة من صناع السياسة المالية في البنك للبيانات التي أظهرت تباطؤ معدلات التضخم في الولايات المتحدة. وقررت لجنة السوق المفتوح بمجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية عند مستواها الحالي لتظل تتراوح بين 5 إلى 5.25%. وكشفت البيانات الأمريكية أن معدل التضخم في الولايات المتحدة تراجع إلى 4% خلال مايو الماضي مقابل 4.9% في إبريل السابق له، وما جاء أفضل من التكهنات التي توقعت انخفاضه إلى 4.1%، وما شجع متخذ القرار في الفيدرالي الأمريكي لتثبيت الفائدة عند مستواها الحالي اليوم. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد توقعات متفائلة إزاء نمو الطلب على النفط صادرة عن وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، وزادت العقود الآجلة للخام برنت بنسبة 1% إلى 75 دولاراً و5 من المائة سنت للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 9% إلى 70 دولاراً و5 من المائة سنت للبرميل، كما ارتفعت كذلك أسعار المازوت عالمياً بنسبة 3% لتصل إلى $2.43 للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 26% لتسجل $2.25 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. يبدأ العراق وتركيا محادثات فنية بحلول أوائل الأسبوع المقبل بشأن استئناف صادرات النفط من شمال العراق. وأوقفت تركيا صادرات العراق البالغة 450 ألف برميل يوميا عبر خط أنابيب النفط الذي يمتد من إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق إلى ميناء جيهان التركي في 26 من مارس الماضي. جاء قرار تركيا بتعليق الصادرات في أعقاب قرار تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية أمر تركيا بدفع تعويضات لبغداد بقيمة 1.5 مليار دولار، نظرا للأضرار التي لحقت بها بسبب تصدير حكومة إقليم كردستان النفط دون إذن من الحكومة في بغداد بين عامي 2014 و2018. ها
حذرت ألمانيا من مغبة التزايد التنافسية مع الصين في السنوات القليلة الماضية لدى سعيها لاستغلال قواتها الاقتصادية لتغيير النظام الدولي القائم والمؤسس على قواعد وترسيخ هيمنتها الإقليمية. جاء ذلك في أول قراءة لاستراتيجية الأمن القومي الألمانية التي تم الكشف عنها، لكن الوثيقة التي تعكس موقف ألمانيا الآخذ في التشدد حيال القوى الآسيوية العظمى أشارت إلى أن الصين تبقى على الرغم من ذلك شريكا لا يمكن دونه حل الكثير من التحديات والأزمات الدولية. ختام جولتنا الاقتصادية، ونعود من جديد إلى صحر وليلى. شكرا لك محمد.